عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا نخلة اللي يحطوا عليها الدقل المحشية. سبق وعملنا فيديو فيه طريقة تحضير الدقل المحشية، أما المرة هذه باش نشوفوا كيفاش نركبوا النخلة هذيك اللي يحطوا عليها الدقل المحشية. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملوا جديد. اول خطوه نبداو بسم الله نحضروا المكونات اللي باش نصنعوا بهم النخله. هذوما الخفاف المدور واللصق والا لصق الشمع كما تحبوا، اللي عندكم تنجموا حتى كول قوي تنجموا. ناخذوا زوز دوائر هذوما تاع الخفاف، الطول نتاعها 10 سنتيمتر. لصقتهم في بعضهم كما تشوفوا هكا، لصقتهم بالشمع. توب تنجموا كان عندكم متاع شمع والا حتى الكول القوي نجم يلصق، ولا حتى بسكوتش قوي زادت نجم تلصقوها بسكوتش. السيبور ولا اللي طوله 20 سنتيمتر، والقطر يعني متاع الدائرة 15 سنتيمتر. خذيت قطعة قماش 45 سنتيمتر والعرض 30 سنتيمتر. معلش استعملته على خاطره منقب، معناتها حتى كيف نحط فيه الكيردون نقب نحط فيه الكيردون يدخل بسهوله. معناها انتم ما تنجموش تستعملوا اي قماش، ماذا بكم قماش اللي يتنقب بسهوله، معناتها كي تدخل الكيردون يتنقب. القماش هذا يعجبني الحقيقه، وظهر لي يمشي مع التام تاع النخله هكا، يشبه الجذع النخله، هذاك علاش استعملت القماش هذا. خذيت قطعة قماش أكبر، معناتها أكبر من دائرة الخفاف، وكما تشوفوا هكا لصقتها. الشمع في ساعة ما يلصق، الحاجة الباهية فيه أنه في ساعة ما يشيح. ولهنا خذيت دائرة زادة من الخفاف، القطرة متاحة 30 سنتيمتر والارتفاع 2.5 سنتيمتر. قصيت كما تشوفوا دائرة هيك من القماش باش نغلف بها الدائرة متاع الخفاف. كما تشوفوا هكا بالضبط قصيتها قدها قد وبعد لصقها. راهو كان ما عندكمش البيستولية هذا متاع الشمع تنجموا تلصقوا بالكول، راهو يلصق عادي. تو بعد ما لصقتها خذيت شريط كزاده من القماش ودورتها، دورت الدائره ذي دورتها على جنب ولصقته زاد كيف كيف، غطيته الخفيف الكل غطيته. تو ناخذ الجذع ذي متاع النخله، هو مش نلصقه في الدائره اللوطانيه، نحاول نثبت اللي هو يعني في الوسط بالضبط بالمسطره هكا ونقيس باش يجيني في الوسط قد قد. هنا حطيت الكيردون هذايا باش نثبت بيه الجذع هذايا متاع النخلة، باش كيف نعاود نلصق يرجع لنفس البلاصة، يعني تكون بلاصته صحيحة. حطيت شوية هكا شمع ومش نرجع نلصق الجذع متاع النخلة. شوفوا كيفاش نضغط شوية باش تلصق. تو لهني خذيت الورق هذايا من البلاستيك بتبيعة، يتشريو هكا يتبيعو هكا حاضرين، مش نقص منه هكاك اوراق اوراق. تنجمو تلصقوها الكلها، يعني تنجمو تحطوها بكلها، يعني اخترت باش نقسمها. تنجمو تحطوها بكلها هكاك، تعملو نقبة في الوسط وتدخلوها الكل الجذع هذايا الكل. هذوما تقريبا 7 ورقات، حصلت على 7 ورقات. ناخذ الخفاف وننقبها مكاكة ونحاول نرشق الورقات، نرشقهم رشقان يدخلوا فيسع فيسع ما بسهولة يدخلوا. نحاول نوزعها على كامل الخفاف المدور يعني باش تجيوني متوازن يعني الورقات.
راهو كنت تحبوا اكثر ورقه تحطوا اكثر، يعني كل واحد كيفاش يحب معناها الورقات. تو بعد ما كملت رشقت الاوراق، نحاول نربط القماش مع الاوراق باش تولي كاني باقه ملفوفه، تعطي منظر مزيان. نحاول ننظمهم كل الورقات نتاع النخله، يعني نهبطهم هكاك. وهذه النخلة متاعنا حضرت، شوفوا كيفاش النخلة كيفاش مظهرها مزيان. مش نزيد نزينها شوية، خذيت الشريط هذايا في الأرجون يلمع، جربته لقيته يخرج عليها مزيان، معاها خرج عليها أكثر من دوري، أكثر من حاجة دوري، عجبني معاها مزيان. نلصق شوية من اللوطة وشوية من الفوق. لهنا هذه حبيت نوريكم الدقل المحشية اللي حضرتها، هذوما انواع نتاع الزينه كيفاش حضرتها، بالفستق، بالورد، بالبوفريو، هذيك بالورد الاحمر، بالزوزه، بالشوكولاته البيضه والشوكولاته الكحله. حصلوا فيها برشا انواع، وسبق وعملنا فيديو على تحضير الدقله، هيك علاش ما حبيتش نطول الفيديو هذايا. اتو نحط لكم رابط الفيديو اللي حضرت فيه الدقله في صندوق الوصف. لهنا في الفيديو هذا حبيت نوريكم كيفاش نصنع النخله وكهب، باش ما يطولش عليكم برشا الفيديو. شوفوا كيفاش نحط الكيردون في نرشقه في الجذع نتاع النخله، وبعد ناخذ كعبه الدقله ونقبها شويه باش نسهل على روحي، وندخلها في الكيردون اللي لاصق في جذع النخله كما تشوفوا في الصوره بالضبط. ونقعد نرشق بالكعبة بالكعبة حتى نكملهم الكل. كان تحبوا تعملوا كل صفة من نوع، وإلا تنجموا حتى تعملوهم مخلطين، يبدأ الصفة فيها برشا أنواع، زادة تجي مزيانة وتجي باهية. شوفوا ما شاء الله حبيشة تعمل 66 كيف. هذه النخلة الثانية بديت نركب لها في الكعبات. بالنسبة للوطاني زادة القاعدة اللوطانية متاع النخلة، نحط فيها كعبات، نحط كعبة الدقلة ونرشق فيها الكيردون باش تتشد وما تطيحش. وهذوما نخلة الدقلة متاعنا بعد ما حضرت، شوفوا ما شاء الله حويجة مزيانة مضخمة تعمل 66 كيف. نجموا تحضروها وحدكم، ما تستحقوش تشريوك النخلة اللي بنحاس، غالية، وزيد ما ترفعش برشا دقلة. هذه ما شاء الله ترفع برشا دقلة، تقريبا 3.5 كيلو دقلة هزت لي، ما شاء الله عدد لبس به. وبعد ما تكملوا النخله متاع الدقله متاعكم، لفوها بالبابيه سيلوفان باش تقعد نظيفه وتوصل لما ليها لباس. هذوما انواع متاع الدقله اللي استعملتهم الكل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكون وصلت لكم الفكره والمعلومه. كان عجبكم الفيديو نستنى تفاعلاتكم وجاماتكم وكومنتاتكم. ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو باش تعمل فايدة على أصحابكم وحبيبكم. وانتم كان أول مرة تتعدوا على قناتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة. نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.